Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبيبي طلب الطلبات صف الأول الإعدادي، يلا بينا نكمل المحافظات اللي في ملحق جيم، والمحافظة التانية وهي محافظة الجيزة إدارة منشية القناطر. تعال نشوف كده السؤال الأولاني، هو سؤال الليسنينج. بيقول لي My name's Tori, I love nature, I like being in the garden and watching trees and animals. I also like looking at the stars. طيب نمبر 1 بيقول لي I love، طبعا هو قال لي I love nature. The next بيقول I like it trees and animals، طبعا هنا watching يعني بحب اشاهد. The next I being in the garden، يعني انا بحب اكون في الجاردن فاكيد هقول I like. The next I like looking at the، يعني انا بحب انظر الى. المفروض هنا ان انا سمعت كلمة stars، يعني stars النجوم. طيب هنا مش مديني stars يبقى اكيد sky. The next بيقول لي complete the following dialogue. بقولي خالد did you do your English homework؟ اكيد هقوله yes I did، لاني بجيب نفس الهيلبينج فيرب ان انا سائل بيه. بقوله ايه did you do it؟ قال له I did it last night، يبقى الاجابه هنا last night، يبقى اكيد سأله بيه when، لان ده زمن. قال له do you like ايه؟ قال له sure I like drawing، قال له بالتاكيد هنا كانه قال له yes بالظبط I like drawing، يعني انا بحب الرسم فاكيد. وقال له do you like drawing؟ تاني do you like drawing؟ يعني هل انت تحب الرسم؟ فبقول له do you like drawing؟ قال له I like drawing the nature. What about you؟ يبقى اذا بيقول له ماذا تحب ان ترسم؟ فاذا هقول له what. So what do you like drawing؟ قال له I like drawing the nature. What about you؟ طب وانت؟ قال له for me I like reading a lot. قال له so you go to the A at break؟ يبقى اكيد بيقول له عشان كده انت بتروح الـ A في الفسحة، اكيد يبقى في المدرسة هيروح ايه عشان يقرا؟ اكيد the library. library اللي هي المكتبة. تعال نشوف القطعة معانا. بيقول it was rainy day، يعني كان يوم ممطر. in January، في شهر يناير. the farmers were in the fields، كانوا في الحقول بتاعتهم. a boy ran toward them shouting for help، بجري من أجل المساعدة. he told them that the river was coming up، قال لهم النهر بيفيد. and they were in danger، هم في خطر. كلمة danger يعني خطر. they didn't believe him because he was just a little boy، ما صدقوش لأنه مجرد طفل صغير. an hour later، وبعدها بساعة. the high water، المية العالية. in the river، came over the land، جيت على الأرض، يعني غمرت الأرض. the farmers now knew that the boy words were true، إن كلمات الولد كانت صحيحة. they tried to save their fields and houses، طبعا حاولوا إن هم ينقذوا الحقول وكمان البيوت. but they couldn't control the water، كلمة control يا حبايبي معناه يسيطر على، يعني ما يدروش يسيطروا على المية of the river بتاعة النهر. they had to run away، اضطر ان هم يهربوا. they were sad because they lost both their crops and houses، فقدوا كل من المحاصيل وكمان البيوت. in the afternoon، بعد الظهر. some engineers came with a number of machines، جموا معهم بعض الآلات والماكينات. and dug a canal، وحفروا قناة. from the river، من النهر. some machines were also used to pump the water out of the fields، كان بتضخ المية من الحقول للنهر مرة تانية. طب تعال نشوف كده، بقول له why was the boy shouting؟ طبعا هنا ممكن بكل اختصار اقول for help، يعني ايه for help؟ للمساعدة. او ممكن اقول because، يعني لان the river، النهر was can coming up، يعني كان حيفيض. طيب تعال نشوف the next، بيقول لي which season was it؟ يا ترى كان اي فصل هو؟ طبعا هو مش بيديني الفصل لكن بيديني الشهر، وشهر يناير طبعا بيبقى في فصل الشتاء، يبقى اذا هقول winter، يعني كان فصل الشتاء. طيب why did the engineers come؟ طيب بيقول لي ليه المهندسين اتوا؟ طب هو بيديني في القطعة وقال لي ان المهندسين جم ليه؟ طبعا هنا ممكن اجابة مختصرة اقول to help the farmers، يعني عشان يساعدوا الفلاحين. طيب إجابة من القطع هقول to dig a canal from the river and pump the water، وعشان يضخوا المية out of fields، يعني عشان يضخوا المية بره الحقول.
تعال نشوفه. The underlined pronoun they refers to. طبعا they هنا عايدة على ايه؟ طبعا اكيد عايدة على الفارمرز الفلاحين. The farmers were sad because they lost their crops and houses. طبعا هم فقدوا المحاصيل وكمان البيوت. The next bullet, the farmers didn't believe the boy because he was, قلنا هم ما صدقوهوش لانه كان لسه ولد صغير. طب تعال نشوف الاختيارات كده. بيقول لي we go to school on Fridays. طبعا ايام الجمعة احنا ما بنروحش ابدا المدرسة فلازم اقول whenever. The next, my uncle's wife is my. طبعا زوجة عمي باسم ميها my aunt. تاني my uncle's wife is my aunt. تعال نشوف يلا. Number 3, بقول I like playing the A in band. طبعا band يعني فرقة موسيقية بأكيد playing هجيب آلة موسيقية وهي drums. The next, بقول the students always play during the. طبعا الطلبة بيلعبوا أثناء يا حبايبي أكيد أثناء الفسحة والفسحة اسمها break. Break. The next will be there rings at the beginning and the end of the lessons. طبعا في نهاية وبداية الحصص أكيد مين اللي بيرن the bell الجرس. ولي can you tell me more about his A, يعني ممكن تقول لي أكتر عن A. أكيد his features. قلت features يا حبيبي معناها السمات الوصف يعني بتاعه. بقول my teacher has got thick A. طبعا بقول المدرس عنده thick. thick دي يعني سميك أو كثيف. طبعا هنا اكيد مستش كلمة مستش يعني شنب او شارب. نمبر 8 بقول what are you a at this moment. طبعا حبيبي at this moment مضارع مستمر وعارفين ان am was were be were verb plus ing فبالتالي حول what are you doing. The next last week we ate them some presents. طبعا حبيبي قلت last week من علامات الماضي فبالتالي لازم اجيب فعل في زمن الماضي وهو gave. The next number 10 بقول vegetables and fruits are a food. طبعا الخضروات والفاكهة ده طعام صحي فأكيد هقول healthy. healthy. The next I haven't got some money. قلت لكم حبيبي طالما دي جملة منفية فهجيب على طول any ما جيبش some. The next where do you go yesterday. طبعا yesterday من علامات الماضي فبالتالي الفعل المساعد بتاعي طالما في فعل في المصدر هيكون did. So where did you go. The next this car is my. قلت لكم حبيبي my دي صفة ملكية لازم يجي وراها اسم. طيب مين اللي ما يجيش وراه اسم؟ قال لي mine ضمير الملكية mine. So this car is mine. Don't comes late again. قلت حبيبي don't or doesn't or didn't لازم يجي وراهم مصدر فهقول don't come. تاني don't come. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما اشتركتش انزل اشترك بسرعة ولو ما فعلش الجرس فعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجاية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.